أفضل سنة مركي ناين علينا بربر إيا قرح إيا شدية براتان كبحل كنا كسر العرطة إلها إنه إذا كنت دارناي كنت بطالة إذا كنت نفتر كيما كنت بطالة واد أيبان أنا لا رواب لأيد سيسان كسر العرطة نوى البشيخ في سواية قانا نوى سواية قانا ما يرعيات كسر بحضين مشايخها كسر تكتين دكسي قرارة كسر براتين قرارك دكسيال صوفية دكسيال إيما كل عرطة ومحفل كدقبة الشيبس ويسوي مدين بقلال دديوة kuwaasi oo soo xirtay labisyo gaar ah watana calamo waxay u dabal degayaan 12 Rabiicul Awwal dhalashada nabigeena Muhammad (alayhi salaam) waxay qaadayaan saliga nabigeena Muhammad (alayhi salaam) iyada oo shucuurtooda aan la qiyaasi karin mahfalkan ayaa taariikh ahaan muddo dheer waxaa lagu maamusaya dhalashada nabigeena Muhammad (alayhi salaam) iyadoo markii ugu horeysay ee lagu dhigay ay ahayd 1919 culimadii ka hadashay goobta ayaa waxa iyagu ay ku dheeraadeen ka hadalka weyneenta maalintan iyo taariikhda nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee marka 40 sano ee meel yimid 40 sano markay meel yimaadeen burbur iyo qarax iyo shidaal dhibaato aan ka dhaxalnay ka soo laabta ilaahaynu idin ku dhaarinay ku dhibtoonay idinku nafturkeena ku dhibtoote waad eedbeen annaga rawaad la eedsiiseen haddaad garateen khilaafku inay mushkilad yahay inay caqiil yahay inay dhib leeyahay haddaad garateen ka soo laabta nin walba shiikhiisi waa yaqaanaa mawlaciisi waa yaqaanaa mawlaciyaad ka soo baxdeen mashaayikhaa ka soo tagteen dugsi qur'aanaad ka soo barateen qur'aanka ee dugsiyaal suufiya dugsiyadiina ku laabta waxaan kalena iska xira majtamacna huna من أجل لحي ذكر نسيناه أبدا نحن ما نسيناك يا سيدي يا رسول الله إنما نحيي قلوبا غاب عليها الهدى ونشكر ربنا على نعمته الكبرى بنبعثك لنا أما أنت فلم ننساك ولن ننساك يا سيدي يا رسول الله نذكرك في كل وقت وفي كل حين نخاطبك بكاف الخطاب والخطاب لا يكون إلا لمن يتأتى منه الخطاب ونقول في كل تشهد وفي كل صلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وحروها بيننا إيه أن سبسوا بحري إجلالا وتعليما واحتفالا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه إنه وينينه أم كرامينه أم ناموسنا نعم مالك الدنيا هو كما حبرنا سمرة أو أعمال أنت أولى صلى الله عليه محمد عليه الصلاة والسلام الدين التواريخ أي كل سنة تحسين لها تاريخها مهم كان سمرة أي هو قيمة بالنايد وتاريخ أن كهر لغل كتب أن لغل الدين يلو كان أن لسوه لين ما أنت أولى صلى الله عليه محمد عليه الصلاة والسلام كائنات كونان أي بشارة واحد موجودات كونان أي بشارة واحد وها استبشار سريع هم بليستي ما شاء الله يا عقل يا مارا يا عقل للاشد النبي يعني محمد عليه الصلاة والسلام وحنا الحريص إلهي أسوى در عالم كغلبن وأن لك لك هذا نسيد إلهي موت المامي وحن كو قدرين أمركا نعم الأول إلهي نوون نعم نعمي مسؤولين تي كسو قيبك شيء عيادا كودا كهلي حوز كمالين تقيمها بدن آدي آد أيان أفر أحسن هاي مانتا أنت كسوق قريب كشنا واي فرح سنتهاي أنت ماديها كأنا إنسان واي فرح إنسان أنت سمع سمعت أي جارت يا مغل كأي جارة وفرح يعني حكومة ما ملحوينها وصفها يوم وزيرها بارلمانك لما وحيه فرح سيه المانتا إما شر هلك كان لي مدي أيام ملحوينه وهو فيه آدم عبدالله إسمان وهلك كخذ بيها يا شريف محمد شريف علي شريف محمد شريف علي شريف ايضا وسو كسو ايان ايان كورتوغ هاي انيغا ايان كورتوغ هاي مركا وحان اذا كان يوم هذا الى اين انت سو حاضرتي حضرها النبي عليه الصلاه والسلام وحي لم تعي مانتا مالنتي رسول كان لو سو دويي قدوم كيسا جيلتان كيسا مدينه او سو قالين او غير مدينه يريهين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجرى شهر لله
ودن كان إن كزول نصوديار ومنهن ودن كان خوارق إن كزول نصوديار ومنهن الله أكبر ولله الحمد ودن كان وحاوي خوارق رح يكسر دولن عقيدتنا رح يكسر دولن دينتنا رح يكسر دولن وحول بقهم حالها ونعكسنا مركو حرمنا خوارقتان إن أن إسكابنا خوارق الصماعي الدجالين لكن وحيلة دجالو إن جارهان علماء وديك صومهن نعم لك يدل عليا ياوي صو علماء هن لك مساجد برضه يقدر ياوي مشايخ هو شيخ أموره يفاجئن ياوي أوليدين هو علماء أوليدين إله أولي أولياء الله هو مرك لك يلا دجاشي هين ودين تولى صور رن علماء أهل الله هو نعم وحارب علماء الله ودن كان وحاقص على الجهاد سنة داد علماء شجعان سنة وحيدهن عامل الجهاد هو عامل الجهاد كسحاربنا إيه كلا بين هدان أقعنا علماء ذهني محل الله عسكاشنا وح حقيقة خوارق ذلك واقص فين كرنا مركا ولا عليه يوم هذا كنا بشر مربو سعد سعد يدور كان صهي صه هدان بلا ونحن كشف كنا رسول عليه السلام إلا الله بداخل كسر مختم كشف كنا لكن وح مبهنا إن نسوس دوانه نخنا قوة مركزها رسول عليه السلام حسوستا قلوبتا كويستا قارنو إلا ونهينو واخر يوم سلق رسول عليه السلام كمانان تديو آياء السقوصو بحي ودوين كمقدشو إيقا أو آي قرب السعودان قاديد لغوصو بحي رعود باهيال ذكري أحمد موسى تيفيك شبالله مقدشو